يعني لو كان الحسين حيا رضي الله عنه كان سيتحالف مع أمثال بشار الأسد اليوم مثلا؟ لا مع بشار ولا مع الأمريكان، يلعن الأمريكان بالليل ويبيت في أحضان في النار أو العكس، ولا غيرهم ولا غيرهم، ولا يكون مع الطغيان ولا مع القتل ولا مع الاعتداء على صحابة رضوان الله صلى الله عليه وسلم، ولا مع التنكيل بالمسلمين في العراق ولا في مصر ولا في سوريا ولا في غيرها. هذا لا ليس له علاقة بالإسلام، مش بالحسين، ليس له علاقة بسيد البشر صلى الله عليه وسلم، ليس له علاقة بهدي كتاب بالله، ليس لها علاقة بالإسلام المهيمن على تلك البشرية. هذا ليس من الإسلام في شيء أصلا، مش بالحسين. الحسين ليس مصدر التشريع، لكن مصدر التشريع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأفعال التي تقوم الآن من قتل ومن تذبيح ومن تدمير ومن موالاة للطغاة المجرمين ومن اعتداء على أفضل من اصطفاهم الله تعالى لحبيبه صلى الله عليه وسلم، اصطفاهم الله له ولم يكونوا عبثا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يعتدي عليهم يعتدي على القرآن والسابقون الأولون المهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، الله تعالى يسجل رضوانه عليهم في القرآن وهم يعتدون عليهم الآن. هؤلاء يعتدون على القرآن وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ليس موضوع الحسين، هذا موضوع إسلام لا علاقة له بدين ولا بعقيدة ولا بقرآن ولا بسنة.